تقول السائلة: امرأة عندها 45 سنة ومدة حيضها 5 أيام عادة، ولكن في بعض الأحيان تتأخر الدورة لمدة شهر لمدة شهرين، فتكون مدة الحيض أحيانا 5 أيام وأحيانا تصل إلى 8 أيام، فهل ثلاثة أيام الزائدة تمنع من الصلاة والصيام؟ نعم، تزيد العادة أحيانا، الخمسة يمكن تصير 10، 15 أو أقل، العادة تزيد وتنقص وتقدم وتأخر، هذا شيء جاري على النساء. فالثمانية الأيام عادة، ولو كان في الأول عادتها 5 تضيف إليها 3 تصير 8، ويمكن تزيد إلى 10، يمكن إلى 15. نعم.